دكتور، كرسي البرلمان راح ينحسم الليلة، وبرأيك من الأقرب؟ إلى الآن المعطيات بيها متغيرات. يعني القالب السياسي كان فيه اتفاقات سياسية ثابتة باتجاه السيد العيساوي، وهذا متفق باتفاقات رسمية مع قوى الإطار وخارج قوى الإطار، لكن بعض الجولات الأخيرة التي حصلت من السيد الحلبوسي واللقاءات التي ربما نوعا ما غيرت البوصلة باتجاه الكريم، لكن أعتقد اليوم القرار الأخير سينحسم قريب من السيد العيساوي، لأن هنالك بعض الضمانات في هذا الشخص على أن يكون هنالك شخصية معنوية للسلطة التشريعية، وأعتقد مواصفات ومؤهلات السيد الكريم لا يقبل بها المنطق السياسي كمهنة للسلطة التشريعية أو رئاسة السلطة التشريعية، وبالتالي هذه المتغيرات ربما قد تكون ذاهبة باتجاه آخر أو ربما لا تذهب، لكن الكفة ربما ستحسم مع الكفة الأولى بالاتفاقات. ما راح يصير مفاجأة دكتور؟ لأن أنا من أسمع الإطار وخطاباتهم رايحين باتجاه المشهداني. مشهداني جاب 48 صوت، بمعنى ماكو اتفاق على تمرير المشهداني رئيس البرلمان، وإلا شنو اللي صار؟ يعني هي كانت أمام الإطار التنسيقي بكل قواها السياسية شيء مفروض بين السيد محمود المشهداني وبين السيد العيساوي، صحيح، وبالتالي بعض الوعود من الشخصيات الكبيرة داخل الإطار التنسيقي احتفظوا بوعودهم وصوتوا للسيد محمود المشهداني، وكان المتفق أن الجولة الأولى يذهبون باتجاه السيد المشهداني، والجولة الثانية إذا لم يحصل السيد المشهداني على حظوظ في الجولة الأولى يذهبون جميعا باتجاه السيد العيساوي. هذا ما حسمت الاتفاقات السياسية في الأيام الأخيرة.